اكبر، الراس جرحى الله اكبر. تبشير لداعش داخل معبر باب السلام بسيارة مفخخة. الله اكبر الله اكبر. تفجير سيارة مفخخة داخل معبر باب السلام. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. تفجير سيارة مفخخة داخل معبر باب السلام. الله اكبر. داعش تقوم بتفجير سيارة مفخخة بين المدنيين داخل معبر داخل مخيم معبر باب السلام.